يتوفر لدينا هاتف هواوي واي 6 اثنان. سنتحدث اليوم عن ميزات وإمكانيات هذا الهاتف. أولاً التصميم. جاء الهاتف بتصميم أنيق ومميز ومناسب للحمل في اليد، وجاء بطول 154.3 ملم وعرض 77.1 ملم وبسماكة 8.5 ملم، وجاء بوزن خفيف مقارنة مع حجم الشاشة الكبير 168 جرام. ثانياً الشاشة والصوت. جاءت الشاشة من نوع IPS LCD بمقاس 5.5 بوصة وبدقة HD وبكثافة 267 نقطة في البوصة. أما بالنسبة للصوت فأنواع التنبيه في الهاتف هي الاهتزاز والMP3 ونغمات الواف. ثالثاً الأداء. جاء الهاتف مع معالج 80 نواة من نوع هاي سيليكون كيرين 620، وجاء بمعمارية 64 بت مع معالج رسوميات من نوع مالي 450 MP4 مع أجهزة استشعار للتسارع والقرب والبوصلة. وجاءت الذاكرة الداخلية للهاتف بحجم 16 جيجا بايت مع ذاكرة الوصول العشوائي الرام بحجم 2 جيجا بايت، ويستقبل كروت الذاكرة بمساحة تصل إلى 256 جيجا بايت بفتحة منفصلة. رابعاً الاتصال والشبكة. جاء الهاتف ثنائي الشريحة دول سيم في وضع الاستعداد، ويدعم الواي فاي من نوع 802.11 BGN وخاصية تحديد المواقع GPS وخاصية البلوتوث، ويدعم شرائح الاتصال من نوع LTE 4G. خامساً الكاميرا. جاءت الكاميرا الخلفية بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0 مع خاصية التركيز الأوتوماتيكي أوتوفوكس وفلاش ليد وبدقة تصوير فيديو فول HD. أما الكاميرا الأمامية فجاءت بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0 لصورة أوضح مع الإضاءة الضعيفة. سادساً البطارية. جاءت البطارية غير قابلة للإزالة بسعة 3000 ميلي أمبير. سابعاً نظام التشغيل. جاء الهاتف مع نظام تشغيل من نوع أندرويد مارشميلو 6.0 مع واجهة من نوع إيموشن يو آي 4.1. وأخيراً وليس آخراً، الجهاز ذو مواصفات رائعة بالنسبة لسعره، وجاء بشاشة كبيرة تتيح للمستخدم مشاهدة أفضل. متوفر الآن لدى مركز سوا الموزع المعتمد لجميع منتجات شركة هواوي.